وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ عربي بو عياز، سيد رئيس جمعية ملتقى الحضارات، السيدات والسادة الحضور الكرام، سعداء كي نلتقي اليوم في هذا الملتقى، ملتقى الحضارات. لكن قبل ذلك وذاك، خير ما نفتتح به هذا الملتقى هو آيات بينات من ذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا طالب وائل مرشاش. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. في الواقع سعادتنا اليوم في هذا الملتقى هي سعادة مزدوجة في الواقع. سعادة في هذا الملتقى الذي يتزامن مع هذا الشهر المبارك السعيد. ونشكر الملتقى الذي فكر في تنظيم هذا الملتقى في هذا اليوم وفي هذا الشهر المبارك. جعل الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات. قبل أن ندخل في موضوع اللقاء، والذي هو بطبيعة الحال شباب وجيل النهوض الحضاري أفاق وإبداع، نعطي الكلمة، هناك كلمة ترحيبية من طرف السيد رئيس الجمعية الأستاذ العربي بو عياد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحن نلتقي اليوم في هذا اللقاء الأخير بالنسبة للسنة الجامعية. وهذه السنة كما علم الذين تابعوا أنشطة ملتقى الحضارات كانت مهتمة بالشباب، ولقد كان أول لقاء في هذه السنة في شهر نوفمبر، الذي كان فيه مداخلة للأستاذ نبيل شبيب الذي أتى من ألمانيا من أوروبا، حول جيل النهوض الحضاري بين الخبرة والإنجاز والإبداع. ثم تلا هذا اللقاء لقاء حواريا أول، لأن المداخلة الأستاذ نبيل كنا نعتبرها هي المقدمة بالنسبة لكل مداخلات في هذه السنة. فكان اللقاء الحواري الأول الذي عالج مواصفات جيل النهوض الحضاري، والذي توجه إلى الشباب المسؤول. وكان هذا اللقاء
قد أداره الأستاذ الدكتور حضري لطفي الحضري، وشارك فيه ثلاث من المفكرين: الأستاذة الدكتورة فاطمة الحروف، والأستاذ الدكتور مصطفى الحدية، والأستاذ الدكتور عبد اللطيف تدعي. فهذا اللقاء عالج هذه المواصفات، وقلنا في لحظتها ما يمكن للشباب حتى يتصفوا بهذه المواصفات يتحملوا مسؤوليتهم بالنسبة للنهوض الحضاري. ثم بعد ذلك كان لقاء حواريا ثانيا، وكان في شهر فبراير، حيث أداره الأستاذ الكاتب حسن الجاي، والذي شارك فيه الأخ الأمريكي والذي تكلم باللغة العربية والأمريكية، وهذا اللقاء كان بالإنجليزية والعربية. شارك فيه الأستاذ حمزة وايزمان، إيمانويل حمزة وايزمان، الذي يعيش معنا في مراكش، وشارك معه في الحوار الأخ أيمن الشراقي الذي تكلم كذلك بالإنجليزية والعربية، وكان لقاء ناجحا عالج موضوع الشباب والتقدم. الشباب والتقدم. ثم بعد ذلك في الشهر الماضي أو قبل شهرين، في نهاية شهر أبريل، أتحفني الأستاذ إبراهيم بورشاشن في محاضرة تناول فيها موضوع الشباب والهوية، وأدارها المقرئ الذي قرأ اليوم الأخ وائل بورشاشن، أدار هذا اللقاء. واليوم كنا قد أعددنا في إطار ملتقى الحضارات هذا اللقاء الختامي، ختامه مسك. فهذا اللقاء الختامي يعالج كما هو موجود في العنوان: الشباب والجيل النهوض الحضاري، آفاق وإبداع. وهذا اللقاء يديره الأستاذ عبد الكامل دينيا، ويشارك معنا اليوم الأستاذ محمد تهمي الحراق. كان من الممكن أن يشارك معنا الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف الوزاني، لكنه الآن اضطر إلى أن يشارك في الدروس الحسنية في الدار البيضاء، وبما أنه من الدار البيضاء فبقي هناك على أساس أننا سنلتقي به في إطار ملتقى الحضارات، لأن ملتقى الحضارات سيأتي بالأستاذ الوزاني لا شك إن شاء الله. فأنا أترك الآن كلمة للأستاذ عبد الكامل ديني حتى يقدم ويعرف لنا الأستاذ محمد تامي الحراق، وبعد ذلك يكون الحوار، وإن شاء الله نرى حسب الإمكانية كيف يمكن أن نخرج بالتوجيهات للشباب لكي يكونوا في مستوى الجيل النهوض الحضاري، ويكون هناك إبداع، ويكون هناك بالنسبة لمستقبل القريب إن شاء الله. وجزاكم الله خيراً.